أهلا وسهلا بكم من جديد، رجعنا لكم واصلين أخبارنا. قبل ما نكملوا في المسائل السياسية، برهان ثم جديد على مستوى القرعة النهائية لمجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022. تونس وين؟ تونس باش تلعب مع فرنسا البول متاع فرنسا، ومعنا الدنمارك، ومعنا أيضا ننتظروا شكون الفائز من لقاء الإمارات وأستراليا، اللي هو اللقاء وتقريبا فما البيرو، هذه يبدو المزاحمة على الترشح بين الإمارات وأستراليا والبيرو. وشنو هي حظوظنا برهان مع المجموعة هذه؟ ما فهم شيء، يلعب الكرة ونفا والند للند، وهذيك هي الواحد باو العباد دعات. مجموعة قوية برهان، كنا نتمناو المجموعة اللي على رأسها قطر، نحن قلنا لعل فيها من نجم واحد، لكن عادش بيد الحظوظ. الكوره كوره في نهايه الامر، 11 ضد 11 صحيح ما نعملوش برشا، عادش بي خلينا نحلموا يا ناجي من هنا نوفمبر يعمل ربي دليل. نحلموا علاش؟ يلا حظ موافق لمنتخبنا الوطني. أنا كنت من الناس اللي كوب دي موند انسنتيج، راه حجمنا نحن تنسنتيج، راهي تظاهره عالميه، راني لازمنا نتعاملوا معها كما نتعاملوا مع المناسبات السياسيه الكبيره، كما قمه الفرنكوفونيه، كما قمه اليابان افريقيا، راكي تكون موجود يزي. بالعكس انا حبيت والله نلعب مع البرازيل، راهو ندخلوا للتاريخ نلعبوا مع البرازيل، تو هذا الكل محسوب، نلعب ونستناه ونحسبوا فيها يزي، راهو وجودنا في كاس العالم في حد ذاته حدث تاريخي، تونس تسلط عليها الاضواء، اليوم على فكره كي تيح مع بلاد كيما فرنسا، كل الصحافه الفرنسويه باش تولي تتبع فيك، تو تشوفوا الوفود الصحفيه اللي تجي باش تصور المنتخب وتصور تونس والرياضة التونسية والجمعيات والجوارات ودرا شنو، هذه فرصة ليها، هذاك عليه الدعوة المسؤولين، راهو حدث سياسي كوني ماهوش حدث رياضي. الجماعة تخمم فيه والله ترشحوشي مع قطر بالعاني نكزوشي نقدموا ما نقدموا، راهو واش خاص مع فرنسا مع الدنمارك، خلي يعرفوا تونس لي دانوا والبلدان الاسكندنافية، خلي نشيخوا هذا الشيخ قادمين عليها. مالا نستثمروا ونحذروا من توا برهان، نستثمروا في المسألة هذه في المشاركة هذه. تلك الذبذبات التي سلطت على قدم اللاعب هذاك ساسوكو ولا شنو باش ماركيها، هذاك القدر حب تعمل الجو هذا هو الاكثر. يلا حظ منتخب، حظ موفق لمنتخبنا الوطني. باش نرجعوا للفلاش نيوز، ونستجاب رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي لاستدعاء للنيابه العموميه للمثول امامها عشيه اليوم بتهمه التامر على امن الدوله الداخلي والخارجي، كما قاعدين تشوفوا على الشاشه، مع العلم انه غادر منذ قليل. ايضا في نفس السياق، مثل صباح اليوم عدد من النواب امام فرقه مكافحه الارهاب بنفس التهمه، ومن بين النواب اللي تم استدعائهم طارق الفتيتي، وليد الجلاد، نعمان العشر، رياض اللومي، وفق تصريح سميره الشواشي. فما سته من الزملاء اللي توجهت لهم الاستدعاءات، احنا مازلنا لكن بطبيعه الحال جينا معناها مسانده لهم. اليوم الزملاء وليد جلاد، طارق الفتيتي، عياض اللومي، نعمان العش، هذم اللي حد علمي، لكن العدد هو سته. وبطبيعه الحال احنا وجهت الدعوه والزملاء جاوا باش يدليوا معناها بارام. ساعه نشوفوا لماذا استدعينا، لانه مجلس نواب الشعب مارس صلاحياته الدستوريه، لانه مجلس الشعب قام بكل شيء في اطار الدستور وفي اطار القانون. جلستنا كانت شرعيه وكانت عندها سنداتها الدستوريه، وبطبيعه الحال قمنا بواجبنا تجاه الشعب اللي انتخبنا. ما نعرفوش اليوم علاش تم استدعائنا. بطبيعه الحال كمجلس نواب نحن رافضين قرار الحل هذايا، نعتبروا انه جلسه 30 مارس هي جلسه الغت الاجراءات الاستثنائيه، يعني انهينا هذه الاجراءات التي اتخذت من 25 جويلية الى اليوم، نحن في اطار الشرعيه. نذكر ايضا اللي تم الابقاء على طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب المنحل في حاله صراح، واستدعاءه للحضور يوم 5 افريل الجاري في حاله تقديم. هذا واعلن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المنحل المكلف بالاعلام والاتصال ماهر المذيوب انه تقدم بشكوى ضد رئيس الجمهوريه قيس سعيد لدى رئيس والهيئات القياديه ولجنه حقوق الانسان بالاتحاد البرلماني الدولي من اجل ابطال والغاء ولاية برلمانية تعسفيا وقيادة أعمال تهديد وتحريض ضد نواب الشعب، وبدء إجراءات أولية لمحاكمة أكثر من 120 نائب بتهم حكمها الإعدام، وفق ما جاء في تدوينة ليها على صفحته الرسمية بالفيسبوك. خليفة، كيفاش تبعت الاستماعات هذه بداية التتبعات العدلية كما أسبق وأعلنت عليها وزيرة العدل؟ اختلفت الآراء، ثم اللي يقول لك هذا طبيعي لأن
أنهم خالفوا الإجراءات الاستثنائية وخالفوا القانون. ثم اللي يقول لك علاش أصل المشكل هو سياسي، علاش تستعمل في أدوات الدولة والسلطة التنفيذية باش تضرب خصومك السياسيين. والكلهم موجودين مع بعض حقيقة، يعني هناك تكييف سياسي لما حدث. تكييف سياسي أنا قسمه في جهتين، هناك أطراف حضروا قالوا، يعني أساسا خطر احنا قبيلا نقولوا راس غنوشي أمام التحقيق، نقول لك وليد جلاد أمام التحقيق وطارق الفتيتي وغيرها من الشخصيات اللي هم مشوا أمام التحقيق. هناك أطراف داخل المجلس قالوا احنا حضورنا هو الدفع السياسي لحل مشنوى بالشعب. واضح بالنسبة لراجل غنوشي وحزامه هو رفض الإجراءات وخلق الإجراءات الموازية، يعني واضح باعتبار أنه في نهاية الجلسة صدر عنها قانون، وهذا القانون يبطل الإجراءات الاستثنائية، أي يضع رئيس الجمهورية خارج الشرعية. يعني وقت بطل الإجراءات الاستثنائية تصبح الحكومة بدورها الآن السائدة حكومة غير شرعية، نقص كانت حكمها. يعني على المستوى الإجرائي هذا مشاو فيه في مجلس النواب الشعب، على المستوى السياسي مختلفين. ثم اللي كان يقول لك، وكانت نسمع في سيدة سميرة الشواجي غير تقول لك احنا نرفض هذه الإجراءات كلية، ثم اللي قالوا هي عملية سياسية للدفع نحو حل مجلس النواب الشعب. كان ممكن هذا الخيار تقولي دفع لحل مجلس النواب الشعب يجتمعوا يعني عن حل أنفسهم استقيلوا، لأنه ما ثمش آلية لتعويضهم باعتبار المجلس نفسه مجمد. يبقى التوصيف تم من قبل رئيس الجمهورية كونه انقلاب، ولكن التكييف القانوني مازال، لأنه إذا كانوا انقلاب الأصل فيها كحسب تقديري مباشرة أمام القضاء العسكري خاصة في صورة التلبس وبالتالي خافة. هذاك التوصيف. التكييف القانوني انطلق الآن من خلال التحقيقات وغيرها، يعني ما ثماش زاد تسرع كبير من قبل السلطة ووزيرة العدل يعني وخذات القرار، لا، أحالته على القضاء. قادم الأيام باش نشوفوا في هذا. على قراءتنا السياسية، هل نجح مجلس نواب الشعب في هذا الخيار اللي مشى فيه؟ هو أنا أعتقد ما نجحش كلية. أولا ما عادش التعاطف متاع الناس مع المجلس، لا بل كي تشوف فكرة عامة أنه المجلس افتقر لهذه المشروعية، باش نتحدث عن الشرعية في هذا المستوى، الغالب هذيك هي الوضعية وانأدت في نهاية الأمر. تنجمش تناقش انتخبهم، صحيح انتخبهم التوانسة أيا إن كانت النقاشات وغيرها، ولكن افتقر لهذه الشرعية على مستوى الأداء أمام جمهور ناخبيه ومواطنيه، هذا واقع. في المستوى السياسي هل أدت الغرض من عدمه؟ ما أعتقدش حققت المقصود. يبقى البقية جوانب قضائية. طبعا في انتظار الكلمة الأخيرة للقضاء نجي، كيفاش تبعت المسألة الكل؟ هو ذا كل كلمة توقع رأوا هم بيدهم توا اللي عملوا اجتماع في الجلسة العامة، كانوا متوقعين هذا، بل أنه تم التخطيط ليه، معناه التخطيط للوصول إلى الأهداف هذه. يبقى أنه يمكن التهم معناه اللي ألقيت ومن أجلها تم استدعاهم، كنت نجم يعني تهم ثقيلة جدا من حيث التكييف القانوني وفي مستوى العقوبات معناها المنصوص عليها بالمجلة الجزائية، لكن كانوا يعني معناها مخطين للمضي معناها فويتون افون في معناها المواجهه مع رئيس الجمهوريه، عادي سي دو بون غير. واللي صار وحتى من يعني من خلال صياغه البلاغ النهائي والقانون اصلا اللي تمت المصادقه اللي صادقت عليه الجلسه معناها لابطال كل المراسيم اللي صدرت بعد 25 جويليا، هو راه معناها خطوه استفزازيه لرئيس الجمهوريه الرمزيه، لا ولكن قانونيا مخالف القانون السائد. هي يا خليفه تخيل كله افتراضي تعمل معناها تشبيه افتراضي. هي مجلس كان اجتماع افتراضي كان قبل 25 جويل. شوف انا بصراحه يعني علاش ديما نحكيو على النواب، ثم نواب شاركوا بالتبعيه، اما من فكر ومن خطط ومن نظم هذه الجلسه هذا ودعا اليها هو رجل غنوشي، هي حركة النهضة. أي. يعني في الأصل هي حركة النهضة هي القاتلة اللي قادت الجلسة العامة هذه ودعات النواب. يا أخي شكون وجه للدعوة برسماس للنواب؟ تو وجه رجل غنوشي وجهها برسماس من التليفون نتاعو. دونك يعني أنا في اعتقادي يلزم تحميل المسؤولية للجهة المنظمة. يبقى النواب اللي شاركوا ثم درجة أخرى دونك في سلم العقوبات. شوف أنا باش أقول حاجة بكل مرارة وأتأسف عليها، اللعبة الكل هذية بتاع الدعوة الجلسة وبتاع ردود أفعال وتدرى شنوها،
ماهيش معدله على الداخل التونسي بالكل. انت تتوقع الناس اللي عملت الجلسه الافتراضيه كانت مخطه ومبرمجه باش الجماهير التونسيه العريضه تنزل للشوارع وتندد بالانقلاب وتطيح سلطه الرئيس؟ عارفين هذا مستحيل. رد الفعل مهتم به الشعب اليوم؟ مانيش ننتظر. الشعب الكريم لاهي برمضان ولاهي بحياته اليوميه وبقوته اليومي وبرهانات القوت اليومي. للاسف كل من خطط وبرمج وكل من سقط في رد الفعل، الاهتمام الرئيسي والرهان الرئيسي في هذه المساله على الخارج. الرهان على ورقات الخارج. علاش نقول هنا وخليني من لغه الشعارات ونجم نلقي خطبه وطنيه لهنا، انا قاعد اوصف ما هو موجود في بلد، في بلد مصيره الاقتصادي، وكيقول الاقتصادي اي مصير، مانيش نحكي على مصيره الكره ويتاع قرعه كاس العالم، الاقتصادي رواتب موظفيه، مستقبل الخبز نتاعو وقت اللي يجيك الممثل البنك الدولي ويهبط البلاغ الرسمي يقول نحن تونس 20 مليون دولار حتى يتوفر الخبز على طاوله التونسيين خلال شهر رمضان، باش تعرف احنا وين واصلين. اللعبه الكل غاديك، وهنا هذوما حبوا يرسلوا رساله للخارج، هنا موجودين وهاي الازمه تتعفن وهاي ولات وجود تنازع على الشرعيه. هذا يولي توصيف للانقلاب. صار انقلاب. رد الفعل من غاديك، رد الفعل سياسي. تقولي الرئيس مش كيف مركب، ربي خلينا نواصل. مش رئيس، ما تقصش علي. ما تقصش علي، انقلاب يقول لك نعم في دي مانوفر بوليتيك انا كما قال لك الناجي دي بونغي، با هو وهما يشوفوها دي بونغي. الخارج اليوم حقق ردود الفعل، هاك تشوف فيها. الخارجية الأمريكية اليوم واضحة ولات قاعدة تشرط المساعدة الاقتصادية لتونس بمراجعة بعض القرارات ومنها حل البرلمان، والله أعلم موقفهم مع الخريطة والشكشوكة اللي تستنى فينا. الأمم المتحدة أيضا البارح ردود الفعل. أعتقد أن المجموعة ويدور بتاع الناس اللي تفاوضت من نهضة وبقية الناس اللي يمثلوهم النواب الكتل كانت فاهمة تنتظر في رد الفعل. للأسف أنا شخصيا كان الرئيس ينجم يقطع هذا الحبل بوضوح، خاصة وأنه في تدخلاته الأولى قال هذه عملية ما عندها حتى معنى، عملية ما عندها حتى جدوى قانونية، عملية لا أنظر لها ولا أأبى بها. اليوم عرض نواب على فرقة مكافحة الإرهاب فرصة لإطالة هذا المسلسل ولمزيد تسليط الضغوط الخارجية على بلادنا. للاسف اختلفت القراءات في البلاتو. يلا فرصه زاده باش يعرفوا التوانسه اللي راهو المجموعه هذه اللي شاركت في الجلسه العامه كانت تخطط ايضا زاده برهان للانقلاب على ما هو موجود. انقلاب هذا سيدخل القضاء يا ناجي يهديك وبرهانسه سيدخل القضاء انقلاب ولا مش انقلاب؟ راه مش سهل كلمه انقلاب. ما عادش تستهتروا بكلمه انقلاب. قول لي توصيف سياسي نتفق معك. اما راهو لو فات انك تمشي جوسكو بو، انك تمشي تعمل جلسه عامه وتصدر قانون وتصادق عليه بالنص تاعك. يا جماعه نقاش قانوني راهو قال لك نمشيو للنقاش الاقتصادي. المهم حبيت نقول لك ما كانوش يفادوا مثلا، ما كانوش يفادوا يا بوريان. المهم ما كانوش يفادوا يا بوريان. اما العالم بعقله يقرا شفاش ما فماش. ما كانوش يفادوا يا بوريان. يقرا شفاش ما فماش. عياض اللومي حب يعمل انقلاب ولي الجلاد حب يعمل انقلاب. الحكايه ماهيش واحد. راهو لكل وجهه نظره، لكل وجهه نظره يا ناجي ما نجموش نحسبوا. الرئيس وجهه نظره انه حبوا يعملوا انقلاب بين الرئيس وبين خصومه، هذوما في خصومه سياسيه. القضاء سيثبت، كان يثبت القضاء انقلاب راهو عباد تدخل تحقق في تهمه انقلاب وعلى السلامه وتخرج وتعمل شارات النصر ويستقبلوها الفرقه مكافحه الارهاب احسن استقبال، وهذا هو المطلوب على فكره. ويروحوا لديارهم راهم مشاو يحقوا في قصه تامر على امن الدوله. شكرا لكم. نمشيو للنقاش الاقتصادي. اعلنت اليوم خليفه، يلا مش يلزمنا نمر للنقاش الاقتصادي، عندنا برشا تصريحات للوزراء. اي 10 ثواني اعطيتكم الوقت الكافي، تفضلكم. الخارج يحب يتدخل في الوضعيه هذه ويطلي بدل تيتي في الخارج. لحظه خلينا نتفق. لا خليفه برهان تفضلكم. سلطات موازيه وقعت في كل الدول في العالم ممكنه يلزم ايقاف الموضوع هذا بصرف النظر تعمل فيه اجراءات قضائيه تحاكم لا اطاق برئيس الجمهوريه ولا شيء. نمشيو لما اعلنت عنه اليوم وزارات الاقتصاد والماليه والتشغيل والصناعه والتجاره واملاك الدوله، اعلنت على جمله من الاجراءات العاجله لتنشيط الاقتصاد التونسي.
المحور الأول هو المحور المالي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها لم تحظى بدعم كافي لقلة الإمكانيات المالية للدولة التونسية خلال جائحة الكوفيد وتعكر الوضع مع الأسف بعد الحرب الأخيرة اللي صارت في أوكرانيا. المحور الثاني هو دفع الاستثمار وخاصة المشاريع الكبيرة المتعطلة. عملنا تحليل في العمق للأسباب تعطيل هذه المشاريع وقدمنا حزمة من المقترحات لتذليل هذه الصعوبات واستئناف النشاط لهذه المشاريع. المحور الثالث هو تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار لأنه مع الأسف إجراءاتنا وقوانيننا معقدة وقمنا بتسريع في عدد من إخراج قوانين وإلا النصوص الترتيبية لقوانين تم إصدارها في السابق. والمحور الأخير هو محور دفع التصدير لأنه نحن بحاجة إلى نمو اقتصادي، نحن بحاجة إلى عملة صعبة. من ناحيته وزير أملاك الدولة محمد رقيق يتحدث على تغيير مجلة أملاك الدولة. نشتغل على عديد النصوص. النص الأول هو مجلة أملاك الدولة وسنعمل على أنه المجلة الجديدة تطرح أطر جديدة لاستغلال العقار الدولي، من ذلك الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الكراء طويل الأمد، اللزمة كانت موجودة إلا في ملك الدولة العام ستصبح موجودة في ملك الدولة الخاص كذلك الإشغال الوقتي. من بين النصوص التي نشتغل عليها كذلك تنقيح قانون الانتزاع للمصلحة العمومية، إذ أننا لاحظنا أن الانتزاع يستغرق عديد الوقت، لذلك يسرنا من الإجراءات، كذلك مكننا إمكانية التعويض سواء للشخص الذي يمتلك ذلك العقار أو كل شخص تضرر من الانتزاع للمصلحة العمومية. في تعليقها على زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى تونس، وزيرة المالية تقول إن النقاشات مع ممثلي الصندوق كانت إيجابية. نقاشات كانت نقاشات إيجابية، فيها كثير من الصراحة، فيها أن انجاجمون معناها من 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 طرف الحكومة في 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 هذا الاتجاه، وهذا اللي لامسناه معناها من قبل معناها أفراد الفريق اللي جاي لتونس في الأيام القليلة الفارطة، وهذايا معناها جسموه هما في البيان اللي صدر على صندوق النقد الدولي شفتوه، واللي معناها نص على أنه معناها النقاشات كانت إيجابية، وإن شاء الله يا ربي معناها باش نواصلوا في هذا الاتجاه إلى حدود معناها الإعلان على بدء المفاوضات الرسمية مع الصندوق لإبرام اتفاق مع الصندوق. نختم بوزير النقل ربيع المجيدي اللي يقول أنه تم إعداد السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية تبعا لمعاينة جملة من الإشكاليات في القطاع. السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية بطبيعة جات بعد ما عايناه من إشكاليات في قطاع النقل العمومي والنقل الحضري بصفة خاصة. هذاك علاش المرحلة الأولى كانت أن جران ترافاي دو دياغنوستيك، هو تشخيص دقيق لواقع التنقلات الحضرية داخل المدن خاصة التجمعات الحضرية الكبرى، ومن ثم تم الشروع بمعناها مشاركة عديد الأطراف سواء من إدارات معناها مختصة ومتداخلة ولها شأن في مسألة معناها تهيئة الفضاءات داخل المدن والتهيئة العمرانية وتصور أنماط جديدة للتنقل داخل المدن. من ناحية دائما وزارة النقل تسعى بقدر الإمكان إلى تدعيم أو توفير التنقل بصفة عادية كيتا يصير تدعيم معناها الأسطول من شركات أخرى في المناطق اللي فيها اكتظاظ، وبالتالي فما دائما سعي رغم قلة الإمكانيات ورغم معناها ما تعرفه زاد أيضا المدينة من اكتظاظ ومن صعوبة في التنقل، ولكن دائما وزارة النقل سواء بالنسبة للتنقل بين مدن وما هيش هي مناسبة ممكن مش يكون فيها تنقل كبير بين مدن، ولكن مستوى تونس الكبرى فما برمجة خاصة للرحلات تراعي خصوصية هذا الشهر الكريم وتراعي أيضا احتياجات التونسي. باش نحاولوا نلخصوا ما أهمية ناجي هذه الندوات الصحفية اللي يجتمع فيها وزراء حقائب سيادية مهمة جدا كما المالية كما النقل كما الاقتصاد، بشنو نخرجوا في الآخر؟
هو عرض لوثيقة وثيقة الإصلاحات أو رؤية استراتيجية اشتغلت عليها برشا وزارات، يعني على رأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط، تتعلق برؤية يعني إصلاحات تقود تونس إلى 2035. والإصلاحات هذه دونك مش تبدأ يعني انطلاقا من هذه السنة إلى حدود تقريبا 2035، رؤية استراتيجية. شنو الحكومة هذه عملت يعني جملة من الخطوات في كل المجالات تقريبا، إصلاحات في المجالات، المجال في القطاع المالي، في النقل، في تقريبا في جل القطاعات، واشتغلت عليها طبعا بالتنسيق مع وزارات المالية والنقل وحتى التربية والتعليم وغيرها. الوثيقة هذه باش تنكب على صياغتها لجنة من الخبراء، وباش يتم عرضها مستقبلا والمصادقة عليها والانطلاق في تنفيذها. فقط حبيت نقول، وحنا نحكي وقبيلة عدينا تصريح وزير النقل، أنه جد منذ قليل حادث خروج لقطار الضاحية الجنوبية كما قاعدين تشاهدوا على الشاشة، حاد عن السكة بين محطتي جبل جلود ومقرين الرياض. مازلنا مانيش متأكدين هل ثم إصابات، هل ثم خسائر مادية أو بشرية. خسائر مادية نجموا نشوفوها حتى في الفيديو، حاولنا الاتصال بالجانب الرسمي لكن حتى حد ما جاوبنا. فقط اي حسن ما عادي، خلينا نسمي وميسالش، ما يهزش علينا التليفون، سونا تليفون ومن بعد سكروا كريمه. نفس الحركه عملها في الحادث اللي فات. فوالا، ماذا بيك راهو، ماذا بيك سيدي الكريم، ما تعطينا المعلومه الصحيحه وتهز التليفون. لا ميسالش برهان، خاطر الناس حايره تو. في الوحيد في مؤسسه كل ترينوها خارج من السكر. والله هو من المضحك المدير. هو فقط شهود عيان. بالتصريح لحظه نجي، فقط شهود عيان يقولوا انه هناك عدد من الاصابات على اثر هذا الحادث، لكن ما نجموش ناكدوا هالمعلومه هذاك علاش حاولنا نتصلوا بحسن الميعادي. ناجي قلبك مغلغل على التحقيقات. شيء يوجع القلب، وانا نتسائل هنا بربك التحقيق اللي قالوا عليه وعليه وهبط الرئيس مشى غادي حتى المكان الحادث، وتوا ذا التحقيق من عادش رقم قداش. والله حاولوا ثلاثة مديرين، ما عادش نجمو نحسبوا ثلاثة مديرين تحت، يعني تحقيق ورا تحقيق ولجنة ورا لجنة، ما عادش نجم تحسب بالحق. هبلونا ضيعونا ولا بالحق. على العموم نتمناو السلامة للجميع. التحقيق اللي صار في الحادث اللي فات اللي معناها فيه برشا إصابات وزوز ترينوات، معناها يعني في حالة عناق، معناها حادث غريب، معناها ما يصير كان في تونس. وين على العموم نتمناو السلامة للجميع، ما عندنا حتى معلومة راهو على الخسائر، على التداعيات، لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خسائر مادية، ان شاء الله ان شاء الله دابها داب الخسائر المادية ان شاء الله البشرية. على هامش مائدة مستديرة حول الأمراض اللي سببها التدخين في تونس، أوضح عدد من الأطباء المشاركين أن الإحصائيات الطبية كشفت أنه نحو 60% من الأشخاص اللي تعرضوا لجلطات لطف عليكم مضمنين على التدخين، في حين أنه 80% من النفقات العلاجية للصناديق الاجتماعية موجهة لمعالجة أمراض القلب والسرطانات الناجمة أساسا عن التدخين. التدخين في تونس، أرقام وأحصائيات مفزعة، أمراض متعدة، وفيات بالمئات والألاف سنوياً جراء الظاهرة هذه. ووفق الأحصائيات اللي تم تقديمها أمس على هامش مائدة مستديرة حول الأمراض اللي تسبب فيها التدخين، فإنه نلقاو التونسي على كل 3 أشخاص مدمن على التدخين، و60% من الأشخاص اللي تعرضوا للجلطات هما زادة مدمنين على التدخين. وبالنسبة للتداعيات الاقتصادية للظاهرة هذه، نلقاو أنه 80% من النفقات العلاجية للصناديق الاجتماعية موجهة لمعالجة أمراض القلب والسرطانات الناجمة أساساً عن التدخين. الواماس كي تقول لك التدخين القوي، التدخين الثقيل، هو فوق ال 20 سيجاره في النهار، ولاو يخلطوا يعملوا اكثر من 20 سيجاره في النهار من ال 20 سنه في السنه نتاع ال 20، معناتها وقت باش يوصل 30، وقت باش يوصل 40، باش يوصل ولا شيخ، عمل شيخوخه نتاع الشرايين نتاعو. معناتها المشكله في التدخين انه يقوي شيخوخه نتاع الشرايين، معناتها يقوي شيخوخه الشرايين، الشرايين تكون سوبل كي نتولدوا
سوبل معناتها ما يكونش عندنا ارتفاع ضغط الدم، ما يكونش عندنا كوليسترول العصاد اللي على الشرايين من داخل، كي يدخن من صغره يساهم في يرد العروق هذوما يابسين، يردهم يلموا اكثر كوليسترول، يردهم ارتفاع فما ارتفاع نتاع ضغط الدم اكثر، يوليو اكثر سبازم. مساج الناس يتكيفوا باش نقول لهم راهو اذا كان توقف التدخين اليوم راك بعد 10 سنوات باش وليت كاينك ما تكيفتش بالكل. بالنسبه للانسان عمره تو مثلا نقول عمره 30 سنه هو يتكيف، راك في ال 40 تولي كاينك انسان عمره ما دخن في حياته. اذا كان توقف التدخين اليوم الضغط نتاع الدم نتاعك راهو باش ينزل راهو بعد شهر ولا شهرين، معناتها راهو النتيجه نجم تراها قدامك. وفق الطبيبة المختصة في الاضطرابات النفسية والجنسية والإدمان يسرى جملي، فإن إحصائيات وزارة الصحة تشير لوجود حوالي 2 ملايين مدخن تتراوح أعمارهم بين 10 و70 عام، و70% من المراهقين في تونس مدخنين. وحضرت جملي من الآثار الوخيمة للإدمان على صحة المواطن وما يمكن أن يتسبب فيه على غرار الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة والأمراض القلبية، مع الإشارة لأن الحلول ديما تبقى ممكنة للإقلاع على التدخين بواسطة العلاج البيولوجي اللي يرتكز أساساً على بدائل النيكوتين والتعويض تدريجي المادة هذه في جسم الإنسان، إضافة إلى العلاج السلوكي المعرفي وتمكين الفرد من تغيير نمط حياته والابتعاد عن التدخين. الحلول كي نجي أن نداوي المدمن ما تشكل مجال بمتاع يتكيف ولا ما يتكيفش، لا لازم نخرج لحاجة أو الحاجة ثم جانب البيولوجي اللي هو مرض في المخ، ثم بصمة والبصمة ذيك دائمة ودوم سنوات معناتها، دونك إلي يوغي أن ريسك دو غوشوت، لازم نلميذ نحضروا للغوشوت نقول له كان أنت جاتك أنت كيسة شنو لازمك تعمل، لازم يكون عندك أن بلان، كان حسيت روحك تقلقت وواحد لازم يكون عندك أن أوتخ بلان داكسيون، مش تقول يعني تقلقت وبرا السيجار وهاني تو باش نطيب بالقلق والغش اللي جاني ومن بعد باش نتحكم، نو خاطر هم سميو معها ديسيزيون سون امبورتونس، لكن بعد يرجعوك انت للاستهلاك ولازم الى برون اجيري شو معناتها يل ديفلوب دي كومبيتونس سوسيال، يبني علاقات، يكون اصدقاء، يتعلم يولي يعمل رياضه، يعمل انشطه اجتماعيه باش كي نحس التوتر هذاك في بلاصه يمشي يتكيف يمشي يمارس النشاط هذاك. يذكر أن منظمة الصحة العالمية كشفت عن أرقام مفزعة في العالم حول الوفية الناجمة عن التدخين، واللي أظهرت أن نحو 6 ملايين شخص يموتوا كل عام جراء التدخين، فيما يتوفى سنوياً حوالي 600 ألف شخص جراء التدخين السلبي. ذكركم اللي ضيفنا فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس ووزير المالية السابق، قبل ذلك رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. الليلة نرجع نعيشوكم بعض الصور والأجواء من مغازة كارفور ماركت بالمركز التجاري أفريكا مول بأريانا اللي سبق وتم الافتتاح في سابق الأيام، شوفوا بعضنا.
نحكي أيضا على مبادرة حلوة يقدمها كارفور وهي قفة الخير في التخزيام ميديسيون متاحة اللي قدمها كارفور avec ses partenaires. الأوبراسيون هذه تلقاها في كارفور المرسى مولوفسوس جابس وتتمثل في 1500 قفة هدية فيهم قضية رمضان كاملة. نشوفوا مع بعضنا. السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل في كارفور المرسى. احنا توا قدام لي سورتي دي كيس وين فما ستاند قفة رمضان 13 اديسيون. لوبيراسيون هذه عامها 13 على التوالي. لوبيراسيون كونسيست في انه كارفور هذه 1500 قفة فيها كل مستلزمات رمضان من المواد الغذائية الأساسية. حلفائنا زادة ينجموا يشاركوا ويعبروا القف على سورتي دي كيس، وكيكا ناخذوا 2000 قفة اللي باش نفرقوهم على خواتنا التوانسة من ضعاف الحال. الستاند موجود كل يوم في كارفور المرسى مول اوف سوس وجابس. رمضانكم مبروك، مرحبا بكم بحضانا كل يوم. رمضانكم مبروك. حبيت نقول لكم اللي بعد شوية كلمة مباشرة لسماحة مفتي الجمهورية للإعلان عن موعد الشهر الكريم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. اليوم باش نحكيو على مبادرة قام بها المجمع الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط اللي تابع لكونكت، تندرج في إطار التحسيس من مخاطر الإفراط في هذا النوع من الألعاب. مجهود يذكر فيشكر. أنا أولد سكول، لعبنا في البطاحي كرة، شيخنا بالكرة، كل واحد والفريق متاعه، نشجعه ونهبل ونتخمره، أما نحبه بعضنا ونقدر بعضنا. السبور حبيت أنا في الأفلام الكاراتيه الكونغ فو، حاجات سبور وفيهم حاجات ارتستيك. بعديك الهوند الكوره، بياسور الكوره، الكوره الكوره تغطى على كل شيء، خاطرها هي بيدها سبيكتاكل، هي بيدها فرجه، هي بيدها فيها سسبانس ومتعه. هي عندك الحق تحب جمعيتك تمشي معها جسكوبو. البروبليم في الكوره في العالم هو الفاناتيزم، انك تمشي تتخمر بصفه يولي فيها عنف، يولي فيها كره، تولي فيها الغزول والتصميم في بعضنا اللي هو ماهوش باهي، ماهوش سبورتيف. كما المغرومين بالباري سبورتيف، لعبة اكسيتاسيون ربح حاجة باهي، أما كالعادة الاكسي هو اللي يخوف. ألعب اربح تبع ثقف، شوف ساعات ثم ناس ولا تحكي لغات، تحكي اسبانيول ايطاليان المان انجلي، خاطر يتبع في جمعية البرة ويتبع في جمعيته بيان سور في تونس. هذا كله انفتاح جو، أما إذا يفوت الحد الأدنى متاع الوقت تاخذ لك وقتك وفلوسك، خاطر أي إكسي كما قلت يهزك ديما للخطر وللهلاك. رد بالك، ألعب أما ما تخسرش الطرح.
أهلا وسهلا بكم من جديد. الموعد يتجدد مع لو رونديفو. اليوم نحكيه على الجدل الكبير اللي تشهده بلادنا حول الوضع الاقتصادي، أفاق الخروج من الأزمة المالية والعمومية، هشاشة الاقتصاد وتداعيات ذلك على المقدرة الشرائية، على نسب النمو ومن ثمة السلم الاجتماعية، على أنه الاقتصاد لم يكن أبدا في عزلة عن السياسات وما تفرضه استحقاقات المرحلة المقبلة من خارطة طريق الرئيس. هذاك علاش ليلة اخترنا انه نركزوا على الاوضاع الاقتصادية وسبل الخروج من هذه الازمة مع ضيفنا الليلة في لو رونديفو. هو رجل اقتصاد، هو ايضا وزير مالية سابق، سياسي يرأس حزب افاق تونس. اكيد عرفتوني عشكون نحكي على ضيف الليلة، فاضل عبد الكافي، وزير المالية سابق ورئيس حزب افاق تونس. نبداو معاه النقاش بعد تقرير لزيد الزيدي. في كل مرة تعرف الأزمة السياسية الجاثمة في البلاد منعر جديد يزيد في تعميق الخلافات بين مختلف الفرقاء السياسيين، فرئيس الجمهورية أقدم مؤخراً على حل البرلمان استناداً إلى الفصل 72 من الدستور عقب انعقاد مكتب مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ جويلية الماضي، وإقرار وإلغاء الإجراءات الاستثنائية اللي أعلن عنها سعيد. خطوة الرئيس لقت تأييداً من عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل وحركة الشعب وغيرهم، في المقابل لقت رفضاً من أحزاب القوى التقدمية وحركة النهضة. وتجمع أغلبية الأطياف السياسية بمختلف مشاربها على ضرورة اللجوء إلى الحوار لبناء مسار تشاركي ينقذ البلاد من أزمتها السياسية، فحزب أفاق تونس عبر في بيانه الأخير عن رفضه للعودة إلى منظومة ما قبل 25 جويلية، منتقداً تعثر مسار الإصلاح السياسي نتيجة ما اعتبره انفراد رئيس الجمهورية بالرأي والقرار وإقصاء للمنظمات والأحزاب الوطنية، داعياً إلى نبذ التجاذبات السياسية والتركيز على إنقاذ البلاد. اقتصادياً ما يزال مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عسير، رغم قرار هذا الأخير بإحراز تقدم في النقاشات، حاثا في الوقت نفسه على ضرورة أن يؤدي البرنامج الإصلاحي لحل اختلالات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام. في المقابل ما يزال الاتحاد العام التونسي للشغل يتمسك بموقفه الداعي إلى الحوار ورفض الإصلاحات الموجعة التي تقترحها الحكومة. فميزانية الدولة لهذا العام بحاجة إلى 19.9 مليار دينار، تنقسم إلى 12.6 مليار دينار في شكل قروض خارجية و7.3 مليار دينار في شكل اقتراض داخلي. ولئن زادت ديون تونس عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي يرافقها التضخم مرتفع، فإن عدة أحزاب سياسية ومن بينها أفاق تونس حذرت في مناسبات عدة من التداعيات الخطيرة لعجز المالية العمومية ومظاهر الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، بما قد يؤدي إلى توقف المرافق الحياتية وفقدان المواد الأساسية من الأسواق. وبين أزمة اقتصادية حادة وأخرى سياسية تتفاقم يوما بعد يوم، يطرح التساؤل: ما الذي يحول دون عقد حوار شامل يبحث الحلول العاجلة لإنقاذ البلاد وإراحة العباد؟ سعيدة جدا باستقبال فاضل عبد الكافي، وزير المالية سابق وأيضا رئيس حزب أفاق تونس. مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا لمالك، شكرا لك على تلبية الدعوة. رمضانك مبروك مسبقا. رمضانك مبروك وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك. نبدأ بمسألة حل البرلمان. فاضل عبد الكافي، هل هو القرار الصائب وكيف يرى فاضل عبد الكافي تونس بعد هذا القرار؟ شوف لمالك، قضية حلين البرلمان أنا نحب نرجع على أنا برلمان نحكيه، البرلمان اللي صار فيه ترذيل عمل البرلمان، اللي صار فيه عنف وضرب بونية ودمومات شرتلة، البرلمان اللي عطل القوانين، البرلمان اللي عشنا في حكومة ناس تموت بآلاف بعشرات الآلاف الكوفيد وناس مصيفة، يعني نحكي على الحكومة مصيفة، هذا الكل خلى اللي الحقيقة احنا كحزب أفاق تونس في 25 جويلية كنت أول سياسي أولا قبل 25 جويلية طلبنا برحيل راشد الغنوشي وطلبنا برحيل هشام المشيشي. هشام المشيشي قتلوا برا تفاهم على الرئيس على التحوير الوزاري، كان متفاهمتوش لازمك تخرج من الحكومة وتقدم استقالتك لتونس باش تخرج تونس من الأزمة السياسية هذيك. ما صار شيء وصار 25 جويلية، كنت أول سياسي نهار 26 جويلية خرجت الإذاعات وقلت اللي هي صدمة إيجابية، اللي هي نجم نقولوا مدينة دينا للرئيس اللي نسترقبوا فيه الرئيس شنو باش يعمل.
وبعد جاء نهار 22 سبتمبر والرئيس خذا بقراره 117 السلطات الكل وماشي ويقدم يعني السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه وغيره وغيره وغيره. اليوم كي صار الحادثه نتاع استدعاء مكتب البرلمان احنا خرجنا في بيان في افاق تونس نهار صارت الاستدعاء قبل ما تصير الجلسه العامه قلنا احنا رافضين لهذا. احنا رافضين للرجوع قبل 25 جويلية ولكن رافضين كذلك باش تونس تولي ديكتاتوريه. لا ديكتاتوريه ولا رجوع قبل 25 جويلية. الان قرار الرئيس نسمع في سي برهان قبل كي يتكلم انا موافقه رد فعل. رد فعل جاء متاخر خاطر الامور هذه صارت بارتجال خاطر انا قناعتي اليوم اللي الرئيس عمل 25 جويلية واحنا كافاق تونس اختطفنا اللحظه التاريخيه في 25 جويلية ولكن الرئيس ما عرف شنو المرحله اللي بعد. يعني كانه واحد لا يقدر عليكم جاء صبعه متعفن الطبيب قاعد يستنى 8 اشهر باش يقص صبعه ولا قص الساق. باهي تقول ما يعرفش المرحله اللي بعد هو يجاوب لاخرته للبارح في اجتماع يقول انه ويجاوب حتى على مساله الانتخابات ماذا بعد حل البرلمان يقول لك فاش تحكيو يعني 3 اشهر تحكيو عليهم كاجل اقصى الاعلان عن انتخابات مبكره راهو ما حتى حد ما يحكي عليها ما زلت مواصل في نفس الرزنامه اللي اعلنت عليها سابقا. شوف احنا الشيء اللي بهت اللي احنا موافقين الرئيس يعني في التقييم نتاعه للحاله السياسيه قبل 25 جويلية وبعد 25 جويلية ولكن المنهجيه ماهيش احنا ماناش موافقين المنهجيه. يعني اليوم كي تجي انت 8 شهور من بعد تحل البرلمان ضيعنا وقت ولا ما ضيعناش؟ اليوم هاجوا علينا الدول والخارجيات العالميه ودول تكتب في بيانات والدنيا قايمه كملوا اليوم زيدوا نوصلوا النواب قدام الارهاب يعني فرق الارهاب باش يحاسبوهم. يعني هذا الكل يخلي اللي احنا موقفنا كان واضح كنا مع 25 جويلية 22 سبتمبر قلنا راهو فما انفراد بالرأي اليوم القرار جاء ردة فعل من رئيس الدولة وربي سمحني كي نحب نرجع على دستور 2014 اللي ما فهمش اللي دستور 2014 مات وانتهى نهار 25 جويلية ما هو فاهم حتى شيء في تونس ما هو فاهم حتى شيء. دستور 2014 إشهاوي قعدوا 3 سنين يكتبوا فيها لجينا اتفقنا في الهوية من جهة نقولوا بلد عربي والإسلامي وبعد نقولوا حرية الضمير يعني شو معناها حرية الضمير إن شاء الله رمضان جاي اللي يدور في الشارع وفاطر شو نعملوا له بش يتشد بش يتشد دونك فماش حرية الضمير وبعد نحكيوا على الماء الماء وحق شو عملنا في الماء وبعد نقولوا الشباب هي القوة الدافعة للبلاد شو عملنا للشباب وبعد نحكيوا على اللامركزية شو عملنا في اللامركزية وبعد التمييز الإيجابي التمييز الإيجابي تعرف شنو تفسيره اليوم في تونس التمييز الإيجابي نعطلوا الساحل باش نوصلوا داخل البلاد. شو وصلنا 10 سنين بعد؟ عطلنا الساحل وعطلنا الداخل. فضل ما عملنا حتى يعني هذه منظومه 2014 اللي هزتنا لها النهضه اللي هزنا لها راشد الغنوشي. خاطر المشكله نتاع العشر سنوات هذيا الناس الكل تحب تحكم اما حتى حد ما حب ياخذ مسؤوليه. هل يطمئن اليوم فضل عبد الكافي وقت اللي يشوف عوده لقاءات رئيس الجمهوريه باعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسه نور الدين طبوبي ايضا عميد المحامين ابراهيم بودربيله ايضا رئيس منظمه الاعراف سمير مجول وعوده الحديث معهم على حوار وطني؟ شوف انا اطمئن كي رئيس الدوله بعد اشهر يقبل سي نور الدين طبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وما ادراك اللي هي منظمه وطنيه عريقه وفي كل المراحل السياسيه في تونس كانت واقفه معنا الاتحاد كان واقف مع تونس اتحاد الاعراف المحامين الرباعي اللي كان عندنا قبل في 2012 هذه كل مرحب به وفرحت الحقيقه كي سمعت اللي الرئيس عيط للناس هذوما وبدا يحكي عليهم معاهم وبدا يحكي في الحوار ولكن مره اخرى المنهجيه كي رئيس الدولة يقول ما نقعدش مع الفاسدين شكون هم الفاسدين؟ كي رئيس الدولة يقول ما نقعدش مع الخونة شكون هم الخونة؟ شكون باش يقرر اللي هما فاسدين ولا خونة؟ وبعد كي الرئيس يقول أنا مانيش باش نقعد مع فلان وفلان وفلان ويمشيوا فيها المنظمات الوطنية هذية يتحملوا أنا ما نتوقعش اللي يمشيوا فيها الحقيقة أنا ما نتوقعش ونتمنى اللي ما يمشيوش في قضية كيما هذه. يعني شو معناها قضية كيما هذه؟ معناها نعيط للاتحاد العام التونسي شغل ونعيط للاتحاد العراف ونعيط للمحامين ونتفق معهم والأحزاب نخرجهم الأحزاب ما يدخلوش ما فما حتى ديمقراطية في العالم حب من حب وكره من كره ما فيهاش أجسام وسيطة اللي هي الأحزاب السياسية اللي طارحة أفكارها السياسية للناس للعموم ينجم يختارك الشعب ما يختاركش الشعب. أنت تتوقع أنه سيتم استثناء الأحزاب لا من هذا أنا خاطر أنا نتمنى لا قلت لك أنا ما نعرفش أنا مانيش
مانيش داخل الحقيقه في المعلومات هذه، ما عندي حتى اتصال بقصر كرتاج وما كنتش معاهم في الاجتماع، ولكن كان الموضوع رئيس الدوله معيط للاتحاد العام التونسي للشغل باش يكركروا في حوار، اللي الحوار هذا سيقصي الاحزاب السياسيه والفاسدين والخونة واللي مهمش مواطنين ومهمش وطنيين، ما نعرفهمش شكونهم الناس هذوما، باش نعملوا يعني قوائم في الناس هذوما، واللي باش يعمل قوائم شكون باش يعملهم القوائم؟ على باش يرتكز على شنو؟ هذا خيار ماشي فيه رئيس الجمهورية، انه يتحاور مع المنظمات الوطنية وكذلك مع الشخصيات اللي يقول هو ما تورطتش يعني في الفساد، ما تورطتش في الخراب اللي عايشته تونس. كي تقول لي الأحزاب، صحيح متفقين أنه الديمقراطية والديمقراطيات معناها حتى العريقة تقوم على الأحزاب به، لكن 25 جويلية التوانسة خرجوا باش يوضعوا حد لنزيف من ومسلسل من التخريب ومن الفساد اللي تسبت فيه. شكون تسبت فيه؟ تسبت فيه الأحزاب، الأحزاب الممثلة في البرلمان، برلمان 2019 اللي حلوا الأحزاب الكل سنجح. تي قلت لك الأحزاب الممثلة في البرلمان. أنت وليت سيد الرئيس، يعني الناس الكل شكارة. ما وليتش كما رئيس الجمهورية، سمحت لنا مانيش ناطق باسمه من لا ولا ولا ماشي في أفكارك تقول الأحزاب الكل. لا قلت لك الأحزاب الممثلة في البرلمان. لا لا، حتى كان الأحزاب ممثلة في البرلمان ما تتحسبش على المنظومة اللي حكمت تونس. الناس كل تعرف شكون حكم تونس، إيه؟ حكمتها النهضة، حكمتها في وقت آخر النهضة ونداء. هذا السؤال اللي حاب نسأله لك، كيفاش الرئيس اي نعم باش يعمل عملية اختيار أو انتقاء الحزب هذايا فاسد ما نعيطولوش، والحزب هذا نظيف هذا هو السؤال اللي نسأل فيه إلا ملاكا. شو المعايير؟ إيه حسب رأيك، أنا حاب نعرف. حسب رأيي أنا، حزب حاب نعرف شو المعايير، معايير اختيار الأحزاب الفاسدة والأحزاب النقية الطاهرة. سيناجي أنا ما نجاوبكش هكا، أنا نجاوبك نقول لك كان جيت في بلاصة رئيس دولة ورجل دولة ورئيس دولة اللي هو يلم المواطنين نتاعو الكل، يلم شعبه الكل، أنا ما نقصي إلا الأشخاص اللي هما ماهمش قابلين، اللي منظومة 2014 انتهت. شو هي منظومة 2014؟ هي الدستور 2014. تو هو سيادته عمل لنا استشارة، يعني الأجوبة على الاستشارة يعني أنت بهتتك حاجة جديدة عليك. الناس كل تعرف اللي اليوم النظام اللي عملناه هذا حتى حد محكم، الناس كل حكمت ما حتى حد ما هو مسؤول، ولهذا النظام البلدان كيف بلداننا وأغلب بلدان العالم يحبوا نظام رئاسي، ماشيين النظام رئاسي. الناس الكل حكيت على منظومة كيفاش الناس تنتخب على القائمات واللي صار، هذا كله نجم يتبدل، ولكن رئيس الدولة ما نجمش يعمل حوار ويختار أصدقائه في الحوار، وقت ما يتسماش حوار يا سينيش. كان أنا وياك متفق ونعمل معك حوار، ما فماش حوار، نعملوا كابوسان مع بعضنا نمشيو نتفرجوا ماتش كورة، أما تحب تتحاور مع خصم. في الحوار بتاع 2013 قدوا أربع منظمات، اتحاد الشغل، اتحاد السيناء، ربط حقوق الإنسان، وهيئة المحامين. لا لا، والأحزاب السياسية. والأحزاب السياسية. إيه شو اللي هي؟ قادته أربع منظمات. إيه أنا ما قلتش لا، هي تقودوا، هي إحنا موافقين اللي تقودوا الأحزاب، تقودوا المنظمات الوطنية على رأسنا. على رأسنا المنظمات الوطنية واتحاد عام تونسي الشغل واتحاد العراف ومحامين وشخصيات اعتبارية وشخصيات وطنية الناس عندها ثقة فيهم، أما مش تخرج الأحزاب الكل والناس كل شكارة في البحر، الأحزاب الكلها فاسدة. كي فاسدة يقول لنا كيف فاسدة ونواجهوا احنا القضاء كان احنا فاسدين ولا غيرنا. انا سالتك باش تقول لي انت شنو هي معايير اختيار. انا هاني جاوبتك، اما انت هذول ما سمعتنيش. نجاوبك بكل معايير الناس اللي اليوم الناس اللي اليوم ما اقتنعتش في تونس، اللي دستور 2014 مات نهار 25 جويلية 2021 والدفينة نتاعو البارح، احنا إكرام الميت يدفنه، قعدنا 8 شهور باش ندفنوا. يعني الأحزاب اللي شاركت في الجلسة العامة اللي صارت. لا لا لا، الأحزاب هذيك اللي شاركت ساعة فما ناس كنتم بيتكم كنتوا تحكيوا. الحركة النهضة هي هزت العباد الاجتماع هذايا، وفما ناس نواب أنا نعرفهم وأنا عندي ثقة فيهم، نواب تكركروا فيها الحكاية، قال لك شنو باش نعملوا الصدمة، صدمة إيجابية للرئيس أو كردة الفعل. اليوم العالم الكل يحكي على تونس، إيش خلاه العالم؟ شنو في فكره؟ رئيس الدولة يحل البرلمان. اي رئيس الدوله يحل البرلمان ولا نوليو كيما بلدان اخرى فما حرب مشروعيه ويولي عندنا عاد رئيس برلمان يعمل في قوانين ورئيس دوله يعمل في مراسيم ورئيس برلمان يعمل حكومه ورئيس دوله يعمل حكومه.
يعني شنو هذه عركة شيوخ القبائل شتولي في تونس على ظهورات التوانسة وقت لي الكلام اللي كنت نسمع فيه قبل ما دخلت. المشكلة مش هذه اليوم في تونس، المشكلة اقتصادية، المشكلة اجتماعية، المشكلة في التربية وفي التعليم وفي الصحة وفي قفة التونسي كل يوم. هذا من المشاكل اللي حتى حد ما يحكي عليهم اليوم للأسف. خاطر قالك شنو تمشي تاخذ شهادة في السياسة باش تولي أنت سياسي. السياسيين أغلبية الساحقة متاعهم ما يعرفوش الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولا عطا واحد منهم حل نهار للوضع الاقتصادي والاجتماعي. وين الرا؟ أين الرا؟ أين الرا؟ اللي السياسة هي حماس وأنا متحمس لبلادي، وثانيا راها التمكن من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية. جاي تعمل في السياسة لويش؟ جاي تعمل في السياسة للنتائج، باش تبدل بلادك، باش تبدل عيشة ولاد بلادك، باش تبدلها الخير. لكن الاقتصاد سي فاضل هو حوكمة سياسية أونتروتر زادة. إي صحيح صحيح صحيح. مش فقط صحيح يعني ليزيكسبير هما اللي الواحد نعرف قد تكون أتو في رجل السياسة، ولكن ليس كل ذلك في السياسة. وأنا جاي للاقتصاد. حسب ما فهمت من كلامك في تفاعلك مع سيناجي توا، أنك أنت أيضا حاطت دي بارامتر متاع مشاركة في الحوار. سألك أنت تختلف مع سيد رئيس في أنه البارامتر يكون فاغ وضبابي من نوع الفاسدين والخونة شكونهم والتعريف نتاعهم، لكن أنت عندك مقياس تنصح به رئيس الجمهورية اللي هو وجهة نظرك أنه الناس اللي ما زالت ممنة بدستور 2014 لما كان لهم في الحوار حسب ما فهمت. صحيح. عليش يعني عليش الحوار صحيح. اللي اقترحه فاضل عبد الكافي ما بين الناس اللي ممنين أن دستور 2014 لما كان له في تونس ومنظومة هذا الدستور لما كان لها في تونس، وعلى أساس هذايا يكون الحضور أو التغييب. فضل عبد الكافي يا سي برهان، يعني التيار ديمقراطي مثلا بي. أنا نسمع خاطر هي بالعناوين الكبيرة تهبط إلى تفاصيل. أنا نعرف أنه التيار ديمقراطي مازال متمسك بدستور 2014. لا، أما التيار الديمقراطي عمل 20 بيان من 25 جويليا كيفنا كيفهم باش نعيطوا للرئيس يعمل لنا حوار، والرئيس ما سمع حتى حد، ما سمع حتى حد. الرئيس تقدم له الاتحاد العام التونسي للشغل بمشروع ما سمعوش. الأحزاب السياسية عملت بيانات وقالت صدمة إيجابية وقد مدين يدا للرئيس وقلنا حل أزمة سياسية، ما سمع حتى حد. الرئيس جاء متأخر قرار الرئيس. اليوم اللي كان فما التونسي مازال مش مقتنع اللي دستور 2014، مانيش نحكي على باب الحريات، نحكي على حبر على ورق قياسي. النظام السياسي النظام السياسي والنظام شهاوي شهاوي. احنا انا جايين رمضان ما نبدو نتشهاوي احنا في رمضان. هما تلموا 3 سنين واتفقوا باش يكتبوا حاجه ما تتطبقش، حبر على ورق. اليوم اللامركزيه وين وصلنا فيها؟ الماء وين وصلنا فيه؟ الشباب وين وصلنا فيه؟ اليوم تعرفوا اللي الاحزاب السياسيه والجمعيات كلهم بمراسيم بمراسيم باش يعملوا جديد. سي فاضل الدستور باش تعملوا جديد حتى هو ترسم فيه قصه الماء وقصه الاجيال القادمه وقصه التربيه باش تتغير غدوه الواحد. تتغير على الحجر الاساسي في المنظومه السياسيه في النظام السياسي. هنقول لك على سي برهان تتغير انت مع نظام رئاسي. انا تنقول لك مع شنو؟ انا اولا لازم نخرجوا من ثقافة العرب اللي يجي يهد اللي قبله. هذه ثقافة عربية للأسف ما كانش عندنا قبل كي كنا أمم متحضرة وإحنا نقودوا في العالم ولا العالم يقود فينا به. اليوم المشكلة متاع العالم العربي اللي يجي يحكم يحب يفسخ اللي قبله. لا، أنا اقتراحي مش هذا. أنا اليوم واحد سياسي، شخص سياسي واعي اللي النظام اللي احنا فيه ما نجمش ينجح تونس ووخر بتونس اقتصاديا واجتماعيا. ممكن ربحنا الحريات، هذاك انا موجود، هاني معارض انا اليوم، هاني موجود وبارك الله فيكم اللي استدعيتوني، خد فما اذاعات وطنيه وتلفزه وطنيه ما تستدعنيش. هذا اللي قاعد نحكي عليه اليوم زاد. ولهذا رجوعا لكلامي، شنو نحب نقول انا بالضبط؟ نحب نقول اللي المنظومه نتاع 2014 ما تطبق منها شيء، لا محكمه دستوريه، لا هيئه مستقله، المراسيم مازلنا نخدموا مراسيم الاحزاب والصحافه، مازالت مراسيم سي الباجي قايد سبسي الله يرحمه كي شد هو عام من زمان وزير اول. يعني هذايا شنو معناها؟ معناها النظام هذايا لازم نطويو الورقه ونتعداو الحاجه اخرى. الان تجي تقول لي انت لازم نقعد 3 سنين اخرين، لا سامحني ما نقعدوش 3 سنين اخرين، ونستنجدوا بالتجارب اللي عشناها المريره في 2014 حتى لليوم، ونبدلوا نظام الحكم نتاعنا نظام يقرب لنظام 59 معدل. يا اخي تونس عاشت 50 سنه راهو بدستور 59، والقوانين التونسيه الكل منبثقه على قانون 59. وناكد للناس اللي قاعدين تشاهد فينا راهو كي نحكي على 59 مش نحكي على الزعيم الحبيب بورقيبه كي بدلوا عوام 70 ومن بعد كي جاب بن علي عاود بدلوا على كيفه. لا، نحكي على 59 الاول. تا
تعديل صغير على 59 بلاد عاشت به 50 سنة وتقدمت تقدم اجتماعي وازدهار اقتصادي كبير ياسر. يكفينا الوقت الزمن السياسي وعندنا زمن اقتصادي اللي حكينك عليه برهان وأمامنا رزنامة انتخابية فضل عبد الكافي أعلن عليها رئيس سمحني خليفة هذا الكل يكفينا وضيغ وإحنا نحكيه على استحقاقات الانتخابية القادمة لاستفتاء وانتخابات ديسمبر 2022 باش يشارك فيها فيق تونس؟ يشارك فيها بالطبع. احنا حزب سياسي مدني نامنوا بالديمقراطية نامنوا بدولة بالدولة الوطنية نامنوا بالآباء اللي بنوا الدولة الوطنية ونامنوا اللي صار ثورة في تونس ونامنوا اللي صار ثورة في تونس بيان سور باش نشاركوا مشاركة بغض النظر عن المخرجات الإصلاحات السياسية. أنا جاوبت عليه السؤال هذا مادام حاجات معقولة العقل اللي يقبلهم نظام انتخابي على أفراد الاقتراع على أفراد بدورتين نظام رئاسي معدل أو رئاسي يعني ببرلمان قوي أما كان تدخل عاد فيك حكاية القرعة ليه لكل حادث حديث. احنا ناس عقلانيين ناس عقلانيين وناس نحبوا التوانسة ونحبوا الخير للتوانسة والراو اللي احنا في تونس منذ 10 سنوات نهزوا ونفضوا حبينا نعملوا في الدستور بعد قالوا عليه أحسن دستور في العالم. يعني حتى بلاد راي في العالم يخرج رئيس برلمان ولا شكون الشخصيه اللي قالها نهارتها شو معناها احسن هاكريت احسن دستور في العالم لوين وصل؟ وصل لتناقضات كبيره اللي توانسه يعني اليوم نجموا نرجعوا ولكن ما نعملوها زاده بالطريقه التونسيه مناش نقعدوا 3 سنين نجموا نقعدوا شهر شهرين يجيو شخصيات اعتباريه يجيو منظمات وطنيه يجيو احزاب سياسيه ونبنيو مستقبل بلادنا بطريقه افضل. مواصلين حوارنا مع فاضل عبد الكافي بعد الفاصل.